اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي بالمكانه ويعبر المكان ويحتل صداره الحدث العالمي. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم الحلقه 918 من ملك وكتابه، حلقه جايه في ظرف استثنائي عن حدث تاريخي واستثنائي لأنها تمس وتمثل قيمة ناد هو في الأصل استثنائي. عشان كده يا باشمهندس الليلة التاريخ يكتب في ميامي. ألف مبروك. الحمد لله. تمضي الأيام ويعني يتم التأكيد والتأكد من مكانة الأهلي العالمية. هي دي مكانة الأهلي العالمية، ودي شهادة واحد من رموزه التاريخية. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود. رائعة محمود الشريف وكلمات المبدع فكري أباظة. صحيح. أنت دايما دايما في الأمام. مفيش أصدق من هذه الكلمات تلخص مكانة الأهلي. يعني كلما زاد ولذلك انا بقى بندهش جدا باللي منشغلين قوي يجرفون الاحداث الصغيره هنا عشان نتكلم. هذا هو الاهلي الذي يجب ان نتعامل معه. عندما ياتي الحدث الكروي ده تاريخ يا استاذ ابراهيم. صحيح. تاريخ اول نسخه. أول نسخة تلعب أنت مباراة الافتتاح فيها. ما أنا لسه هقول لك. فليه بقول لك يفرض كلمته؟ أي. في صدارة الافتتاح. أي. إن حتى القرعة بتختارك عشان تكتب التاريخ. يعني أنت انطلاق البطولة دي تاريخيًا مشي ورفاقه مع النادي الأهلي. إيه أبدع من كده؟ فالحقيقة نتمنى للأهلي ده دوام الرفعة، ونتمنى للعبة الأهلي إنهم يعرفوا النعم اللي هم فيهم، وإحنا قبليهم وجماهيرنا قبلينا كلنا، إن الأهلي ده يعني القدر الجميل يعني خلانا ننتمي لهذا الكيان عشان نفخر ونزهو ونكبر ونفرح، وبعدين كل ما ننسى نفتح كتاب التاريخ نقراه. شكرا جمهور الاهلي العظيم. شكرا جمهور الاهلي العظيم، لانه لولاه ما كانت الليله. ولولا جمهور الاهلي وسندته لفرقته وصدقه في انتمائه ودعمه للاعبته ما كان الاهلي بطلا، وما ظل الاهلي على منصات التتويج القاريه وممثلا للقاره في اعلى مستوياتها في كأس العالم للأندية. الأهلي في كأس العالم يا عالم، هذه هي قيمة الأهلي. شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب اللي بذلوا من الجهد الكثير طوال السنوات الأخيرة حتى ظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في التواجد القاري، ولولا هذا التواجد القاري الدائم ما كانت هذه المكانة الرفيعة والصورة المتوهجة للأهلي في ميامي الليلة. شكرا جزيلا للاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني، لولا ما بذلوه من عرق وتركيز وانتماء ودفاع حقيقي الأهلي عنهم كبطل ما كان الأهلي في هذه الليلة يتوهج في ميامي ولا ما سمعنا هذه الكلمات. Address. There you go, Al Ahly of Egypt, who's in a historic club from Egypt. They're dancing now in Cairo that they know that they will play. Oh. Inter Miami CF. The 2020. A4.
Okay, then opening Ghana, match. June 15th, Jorge Mas is now knows the future. S.E. Palmeiras. Palmeiras. المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي بورتو البرتغالي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي البلد المضيف أو الممثل للبلد المستضيفة والافتتاح لكأس العالم الأهلي وإنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي. يا أستاذ إبراهيم طبعا تابعنا قبل ما نخش القرعة والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي. الأهلي مادة خصبة تقدر تلاقي حاجات تحكيها عنه.